الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. احكي لنا شو صار معكم من وقت ما بلش الزلزال لهلا. الساعة 4:30 الصبح فقنا على صوت العالم عم بتصيح يا الله ويا الله، يعني الدنيا كلها عم بترج فينا عم بتهز فينا. طلعنا لبرا كأنه قيامة، نسوان تقول أنا تركت أولادي وجيت، رجال يصيحوا ويبكوا، الأبني قدام عيوننا عم تتهدم، يعني ما يعني قديش ما وصفت لكم الحالة ما رح أقدر أعطيه حقه. كم شخص عدد عائلتك؟ كلكم ساكنين بنفس الحالة؟ 4 أشخاص، طفلين وأنا وزوجي. أنتي وزوجك وإلكم قرايبين ساكنين معكم بنفس الحارة؟ بنفس الحارة في أختي إيه؟ وفي أبو لزوجي وفي ابن حماية إيه؟ بدي روح إنه أطمن عليهم، الأبني متهدمة بالأرض ما قدرت أوصل لهم لبعد ساعة نص ساعة، لحتى يعني من الصوت سمعت صوت أختي قالت لي أولادي ما قدرت نزلهم، جوزي يعني ولاقوهم لأولادي. إيه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انتوا هون الحاره فيها اتراك وعرب؟ اتراك وسوريين وعرب كلها. طيب هدول الاربع ايام وين نمتوا؟ شو اكلتوا؟ مين اجى رفع الردم؟ شو صار معكم هلا؟ بالنسبه اول يوم ولا شفنا انسان ولا حدا. ما شفنا بشر. قرب حجي. اول يوم ما حدا اجى ابدا. ثاني يوم اجوا جابوا لنا مي، جابوا لنا خبز. مين جاب لك؟ ولا هي عفد. ايه عفد جاب لنا. انا تركي بس باري عربي، يعني انا اصلي عربي يعني تمام. انا ساكنهم عندي 4 أولاد الحمد لله ما صار لهم شيء، بس كنت اخوي ضلت بهوني تحت اليوم الساعه اجت طلعناها. بالنسبه لحارتي انا اول يوم ما حد اجى صارت الساعه 7:00 الصبح عم نسمع اصوات تحت الردم. شباب الحاره رجالنا نسوان تحفر بايده وتطالع. طالعنا جيران امي ماما ما انا موجود الحمد لله بالبيت، جيرانا طالعنا عائله مفقود الجد والحفيد اليوم لطالعون. اول يوم الناس هي تساعد بعضها، يسمعوا هون في حدا في صوت، بس لما انا لما طلعت من الحاره هون حارتي قريبه لما طلعت المساء لسه في طفل صغير عم بتصيح بابا، بس ابوه ما عم يقدر يعمل لها شيء لانه مسكر من كل الاحوال. طيب حجي انت عم تقول الافاد ما وصلوك لليوم ابدا؟ اول يوم ما حدا اجى. اول يوم ما حدا اجى. الله الله وحن. طيب ما في حدا. وشو عملتوا؟ شو اكلتوا؟ كي وين نمتوا؟ والله في كان في برد وثلج ومطر. برد مطر عم ترعد الدنيا. ضلينا شغلنا دفات هيك دفينا. ما حسنا نمنا يعني بركنا. طيب مستشفى انت كانت اجرك مجروحة؟ ايده اجره وقع عليه الحجر وقع عليه مجروحة اجره، بدي اخده عن مشفى، المشفى كمان نهدد. ما حدا طلع سلام هوني كلهم ميتين. طيب كم شخص بالجيران هون بهالبناية هون؟ طلعوا 5. طلعوا 5 بهاي ما بهاي بهاك الثاني. لا هاكي هوني كان 5 ثلاث اولاد والمرأة والرجال 5. طيب يقع عليهم ابوهم هيك فوقهم وهيك ياخذ روح ربهم. وانتم هون بهي الحارات كلكم بتعرفوا بعض؟ بنعرف بعضنا احنا عائله هون. اهل احنا هون السوريين يكونوا التراك يكونوا مثل اهل عم نعيش هون. يعني هذا اللي بدي اساله، الدف الجثث وين صارت؟ دفنوهم ما دفنوهم؟ والله عم طلعنا هون. انا اخذت كنت اخوي اخذت الضيعه هميك بدي ادفنها. وهل ما كان هو ايش سووا ما بعرف، هو كان بياخذوا الدفن بدي للضيعه بدي دفنه هونيك. عوض بسلامتكم. الله يسلمك. كثير ناس ما عرفان. مثلا ديك dünyada hiçbir kimsenin başına gelsin, hiçbir ülkeyi istemeyiz böyle bir deprem. Çok uzun süreli bir deprem yaşadık ama hani bu depremde ilk 2 gün insanlar kendi başlarına terk edildi. İlk 24 saat müdahale gerçekleşseydi şu an çok fazla bir ölümümüz belki olmazdı, ama şu an çok fazla ölüler var. Tamam, şehir yerle bir, yani bu şehir artık bitti, yaşanacak şehir değil. أبي يقول يعني الله لا يجيب على رأس حدا. آمين. يعني هالهزة هلق الدولة عم بتقول 7 و4 صارت، بس إحنا فوق إلا 10 صارت هيك حسينا. والله لا يجيب على رأس حدا. أبي يقول يعني ما حدا أجل عنا، ما حدا شافنا، ما حدا لحقنا. بعد يومين بيجوا لعنا خان، بعد يومين المات مات وضل ضل. عندك بيقول. فكرة حجي كم واحد بهاي الحارة توفوا؟ بما انه بتعرف بعضكم يعني على الاقل بيوتي حواليكم 6-7 هاي وحده ولا 6 قد كيش برضه في 16 واحد عندنا في يعني بوردة محله شو سوق اكتا يعني هر evde en az 5 kişi كل بيت فيه 5 هذول